اهلا وسهلا بكم حلقه هذا الاسبوع من المواجهه، الكاتب الاستاذ حمد الباهلي ضيف هذه الحلقه. حياك الله ابو بشار. يا اهلا وسهلا. الاسبوع الماضي خلينا نقول والى الان صراحه الحدث السياسي الابرز في اوروبا وصول ماكرون الى قصر الإليزي. نعم. بعد سباق محموم مع ميري لوبان. الحين انت قبل هذا التاريخ اظن في 12 فبراير كتبت لن تصل ميري لوبان الى الإليزي. نعم. وش المعطيات اللي انت بناء عليها وصلت لها؟ اولا معذره الصوت ترى مو بالحيل. لا 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 زين ممتاز. ثانيا الحقيقه ليش انا يعني طبعا ليش انا يعني كنت جازم بامانه يعني انها لن تصل، هذا قائم على يعني معرفتي تاريخيه في فرنسا وفي يعني حزب الجبهه الوطنيه. اي والى اي مدى وين حدود تاثيره في المجتمع الفرنسي. حزب الجبهه الوطنيه بدايه السبعينات كانت حدوده في حدود 8-7-5 الى اخره، ثم تطورت الامور 8-7-5 ايش؟ بالمية يعني. بالمية يعني كانت هذه حدوده الى ان وصلت في سنوات ما يعني قبل حوالي 10 سنوات او 15 سنه الى حوالي 15%. هذا كان الحجم الحقيقي ولا يزال في الواقع اذا اردت يعني اذا اخذنا جوهر افكار وبرامج لوبين واللي ما عندها يعني برنامج انما شعاراتها لن يتجاوز حجم قاعدة الانتخابية يعني 15 او 18 في اكثر الحلول. كل ما في الامر ان تغيرات تاريخية وتغيرات على الارض حدثت في هذه العشر او الخمستعشر سنة الاخيرة وادت الى تأكيد ايضا انها لن تصل بالرغم من نمو من ازدياد مؤسسة اطلاع الرأي العام على امكانية ان تتقدم في الانتخابات التمهيدية قبل ما تواجه ماكرون. انا بعد في النهايه يعني اقول استخلاص انها هي الشعب الفرنسي اولا، الشعب الفرنسي صحيح انه الشعب الفرنسي يعني مثل اي شعوب الارض، الا انه في مجال التفكير السياسي يمكن القول بانه شعب نادر في التفكير السياسي وفي الصراعات القائمه بين الافكار. فرنسا قائمه من الأزل على هذا الصراع الدائم اللي لا يخصها بل يخص العالم بأسره، بالتالي هم يعرفون، الأكثرية تعرف مدى فراغ والمجازفة حتى في البلد وفي أهل البلد في الاندفاع وراءها في يعني تعبئة خيبة أملهم في الأحزاب التقليدية. إنما لن يذهب. أنا وقلت أيضا حتى في مقال آخر أنهم سيذهبون إلى نوع من اليمين المعتدل واللي هو قريب من حيث الشعارات العامة من شعارات مارين لوبين، إنما مارين لوبين تملك شعارات تمس وجدان كثير من الفرنسيين في مسائل الهجرة وفي مسائل كره الأجانب في مسائل مشاكل العولمة وإلى آخره، لكن كيف تعالج أو تقارب هذه المسائل هذا ما في كل مرة يجي انتخابات أو مناسبات سياسية إلا ويكتشفون أنه فقط هو عقاب انتخابي اللي يحصل عليه لآخرين بس. لكن لما طلعت النتائج وكثيرين يتوقفوا عند أنه يعني أنها صارت خارج السباق الرئاسي وأنه فاز ماكرون، لكن البعض شعروا بالذعر من النسبة اللي حققتها، يرون أنها لا تزال نسبة كبيرة تعبر عن مشكلة، ربما هذه النسبة ترتفع في الدورات القادمة هو يصعد هذا التيار. لا ما تسمح. أقول يعني طبعا ما في شيء يمكن أن لا يحدث، كل شيء ممكن أن يحدث، لكن أنا بقول لك وقلت في الآخر الانتخاب العقابي الفرنسيين خايفين مثل من الشعوب الأوروبية، هي تراهن على الخوف وتراهن على مصالح الفرنسيين اولا ومكانه فرنسا لكن تجي في نهايه المطاف كمفكره سياسيه بين قوسين وتطرح اشياء غير معقوله، وهذا ما انهارت فيه وانكشفت فيه في مقابلتها مع ماكرون واللي اكثر يعني كثير من كادرات حزبها يعني وصفوها بانها يعني هي اللي الحقت ضرر كبير في مكانتها الان. ليش الفرنسي ليش
ليش يعطونا هذه الأصوات؟ أولا في الانتخابات التمهيدية، في الانتخابات التمهيدية يوم كانوا 11 نائب أخذت رقم أوكي، لكن هم يعرفون فقط، هم ينتقمون من الاشتراكيين ومن اليمين الجمهوري اللي هو يعني بعض الناخبين، بعض الخائبة أعمالهم من الحزب الاشتراكيين ومن الشيوعيين حتى، وهم عادة من الفئات المتوسطة أو الفئات الدنيا في العمال وفلاحين وإلى آخره، هذولا يعني يصوتون فقط علشان يخسرون مرشحهم. فنهاية الكلام ليس هناك، في تقديري الشخصي لا أعتقد بإمكانية أن تتقدم أفكار الجبهة الوطنية، ويمكن اليوم القول بأنه حتى في ألمانيا اللي حزب البديل اللي طلع وسوى الآن، أنا آخر ما قرأت أمس واليوم عن تأخر يعني تراجع بشكل كبير وتقدم حزب المحافظين حزب ميركل يعني أي. صحيح أن الاشتراكي الحزب الاشتراكي الديمقراطي كمان تراجع، لكن لم يتقدم اليمين المتطرف. اليمين المتطرف ليس رهانا للحكم بالذات في أوروبا، صحيح أنه حدث اللي حدث في أمريكا وحدث اللي حدث في بريطانيا حق الإكزيت، حتى في الهند جاء نارادان مودي واكتسع وهذا للعالم توقع أنها صعود موجة، بل البعض يفسر أنه يعني خلنا نقول زيادة الأصوات والإقبال على مارين لوبن في فرنسا إنما جاء مع هذه الأفكار اللي تتحدث على صعود خطاب العنصرية وتراجع القيم العلمانية الليبرالية. هل الناس عرفتها عن بلدان مثل أوروبا؟ أولا حكاية يعني أنت الكلمة اللي تشمل مثل هذه المفاهيم هي الشعبوية الجديدة. أي الشعبوية الجديدة الكل يمارسها اليوم، حتى يعني حتى ماكرون وجماعته والاشتراكيين والجمهوريين يمارسونها، إنما لا لا يندفعون ولا يذهبون إلى التشكيك في أسس تجربتهم الديمقراطية. هذا عامل كبير في فرنسا وفي أوروبا، حتى في أمريكا لا أظن أيضا أن الأمور تسير يعني أنه ينقلب يعني البشرية التراث الديمقراطي والنظام اللي أنجزه الأوروبيون حقيقة، وصلوا إلى ما هو الأقل سوء في العالم. هذا اليوم هو اللي شكك فيه، هذا وهذا من اللي شكك فيه، يشكك فيه قوة يعني قوى أما أنها منغلقة على حالها وضد العولمة وضد الأمور هذه مثل لوبين وجماعاتها، أو أنها تعيش حالة انكسار مثل ما عجز يعني لما تشوف الأحزاب التقليدية السياسية لأول مرة في فرنسا يجي مرشحين وهم من الحزبين الكبيرين. طيب بالآن في أمريكا خرجت امرأة من السباق الرئاسي، في فرنسا خرجت امرأة من السباق الرئاسي، نعم. في قراءة ثقافية أو حضارية لهذا؟ لا أنا في على الأقل يعني يمكن في أوساط المهتمين من ناحية تحديد الفرنسيين، بس ما شفت أنه حكاية أنها ظاهرة، ما في شيء يعني ما في ظاهرة يعني نسوية أو شيء، وهذا قصدك؟ أي هي لا ما في شيء. طيب الظاهرة النسوية أو اللي المثير في عند ماكرون في اللي أمس أعلنت حكومته أنها 50% نساء و 50% رجال. طيب أيضا في هذا الجانب معناته أنه دعوات العنصرية وحتى إذا كانت تلاقي حضور إعلامي مثلا إلا أنها أثناء التطبيق الفعلي السياسي للناس لا يمكن أن تتحول إلى واقع. شوف الآن الذي حدث هو أنه صار تغيير في الواقع وصار تغيير في فهم يمين ويسار في فرنسا. لا. أوروبا كلها قائمة على يمين ويسار، كل الأحزاب اللي توالت على الحكومات في فرنسا، خلينا عشان ما الواحد يشيء، كل الحكومات اللي سواء يمينية أو يسارية كلها عجزت أن تلبي بين قوسين حاجات الناس، أن يكون لديها
في برنامجها اجتماعي بالإضافة إلى الاقتصادي والسياسي. هذا الموضوع عجز، وهو عجز مبرر أيضا، هو عجز مبرر. لأنه كيف تعالج نظاما أساسه، نظاما أساسه الحين لما يحكون على الإصلاحات، الآن ماكرون بيجري إصلاحات، هو لتعزيز سطوة القوانين الرأسمالية، سطوة السوق صراحة يعني. والآن هذه الشعبية اللي يعني مكتسحة لماكرون أو لتريزا مي أو لهذه القادة أو حتى لألكسي سيبراس في اليونان، هذه الموجة ستصدم بالضرورة بالضرورة بعقبات البنك الدولي وبعقبات الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي، قوانين السوق يعني. قوانين السوق كل ما في الأمر يمكن التخفيف، يمكن إذا جاء يمين معتدل، ويمين يعني قبيلة الآن اللي يقودها ماكرون ما لها فكر يعني، ما في برامج، ولا في برامج ما لها سمة فكرية. طيب هذا مو تحول الآن يعتبر تحول جديد، وهذا ربما حتى ترى في الولايات المتحدة وهذا هو الأنسب الآن خاصة للعالم العربي والإسلامي. يعني فترة أوباما كان مثقف ترى العالم الإسلامي، لا كمثال أوباما كان مثقف صاحب نظريات، وهذا الواقع اللي خلوه في المنطقة. الآن الأشياء تحدث من خارج مصادرها التقليدية، الإعلام من خارج المؤسسات، السياسيين الجدد أيضا من خارج المؤسسات. أولا هذا فيه يعني مبالغة، يعني هم فيه يعني أو أنا أشوف فيه مبالغة في الحديث في هذا الاتجاه، وأنه الآن انتهت التجربة الديمقراطية. لا انتهت المؤسسة بمفهومها التقليدي. شكرا جزيلا. إذا انتهت مؤسسات الأحزاب التقليدية القائمة، إلى أين سيذهب النخب؟ ما نقولك الشعب، وين بيروحون؟ ولا يروحون، ما فيه الصراع يعني، الخلافات قائمة في أي مجتمع متقدم بين اللي أوضاعهم كويسة واللي أوضاعهم مش كويسة، صح؟ فأيضا السياسي لازم يكون انعكاس لهذا الإشكال الكبير الموجود في كل مجتمع. وبالتالي هذا الانحراف اللي صاير الآن عن حكاية أنه يعني تهشمت الأحزاب التقليدية الرئيسية مثلا في فرنسا، وأن هذه هي النهاية، أنا ما أزعم من الأمور تروح لهذه الاتجاه. ويمكن يكون معالمها عدم السير في هذا الاتجاه إلى النهاية انتخابات اللي عقب شهر، انتخابات التشريعية. وربما يعجز. وش توقع في انتخابات التشريعية؟ هل يعوض اليمين اللي خسروا انتخابات يعني الرئاسية؟ كل شيء ممكن. هو طبعا قدامها شغلة، هو ما له إلا سنة صحيح حزبه. ولما قلت أنا شوي قبيلة حقيقة جمعهم هذول يعني هو جمعهم من الاشتراكيين ومن اليمين الجمهوري ومن الوسط. ثم هذه الأفكار عن حكاية أنه جديد مرة، لا، يوم جاء تشكيل الحكومة ما عاد صار جديد، جاب فرانسوا بايرو من الوسط، واحد مغبر شوي طيب ويفان ودريان حق وزير الدفاع وادريان للدفاع وزير خارجية. فهذا بقول هذا ستكشفه يعني الانتخابات التشريعية القادمة ستبين هل الأحزاب التقليدية فعلا ستنهار. الحزب الاشتراكي رايحين فيها يعني ما صعب أن يستعيد قوة، بس عندي اعتقاد بالرغم من أنه عمل ضربة قوية يعني وذكية للغاية، جاب زعيمين من 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 الحزب الجمهوري، جاب واحد وزير مالية اللي هو كان هاري لوفيفر، برونو لومير جابه وزير، هذا من حزب ساركوزي ومن حزب فيون، جابه حطه وزير الآن، وجاب بايرو، وجاب من الوسط، وجاب واحد أيضا من الجمهور من حزب الجمهوريين اللي هو حزب فيون. أنا قلت الاشتراكيين ما في عملية تلاعمون الأمان، يعني وضعهم سيء جدا الحزب الاشتراكي، يعني على الأقل على مدى 5 سنوات. بس الحزب الجمهوري ربما يحصل أغلب، يحصل قوة معارضة يعني تقديراته 200 عضو. طيب الآن وهذا لازم يجيب أغلبية برلمانية عشان يمشي شغله، يمشي برنامجه، لازم يجيب 289. طبعا ممكن
الارتباك اللي صاير في السياسة والارتباك اللي صاير في الاجتماع والارتباك الثقافي اللي صاير في المجتمع ممكن أن يحصل أغلبية برلمانية يدخله، لكن لو صار ما حصل فقد يجيب واحدة من حزب اليمين، يجيب فيون ولا يجيب واحدة ثانية. طيب بس خليني رئيس حكومة. أصبر، أنا يمكن إحنا مختلفين على موضوع الاشتراكيين، أنت تفسره فقط في الشق السياسي. لا 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 لحظة. إيه طبعاً كل طبعاً. التجربة الاشتراكية في أوروبا ليش ما تفسرها ثقافياً؟ إنه المشروع نعم. الأفكار القيم اللي يقوم عليها هذا المشروع أصلاً انهارت، القضية مو بترتيب. عفواً عفواً، صحيح صحيح كلامك صحيح. الانهيار اللي صار بدأ الانهيار في الحزب الأحزاب الاشتراكية والأحزاب اليسارية اللي هو بدأ في 85 ومع مع مع بعدات انهيار الاتحاد السوفيتي. بدأت تتفكك الأحزاب الاشتراكية وآخرها ما حدث في فرنسا أو حتى في البرتغال أو حتى في اليونان أو حتى في أسبانيا وإلى آخره وإلى آخره. لن ندخل في أسباب إنها ثقافية، الإشكال التدمير إنهم هم إنه الأحزاب كانت غير قادرة أن تمشي في برامجها إلى النهاية. ليه؟ لأن النظام لا يسمح بذلك. مثلاً إذا جاء الحزب الحين منه مرشح الحزب الاشتراكي ضد مكرون بن وهامون، هذا مرشح الحزب الاشتراكي النموذجي، هذا لو جاء طيب عندك بس شغلتين، لازم يقوي منافسة فرنسا في الاقتصاد تصدر بضائع وإلى آخره، معناها لازم يخفف الضرائب على المصانع وعلى التجار، صح ولا لا؟ طيب فبالتالي إذا خفف إذا خفف الضرائب، لا إذا خفف الضرائب ما تصير اشتراكي، ما تصير اشتراكي. طيب هذا اللي أنا أقول لك هو سقوط الفكرة. لا لا لا، يعني أنا بقول لك يعني القيم اللي تقوم عليها الاشتراكية. تبي تقول إن الاشتراكي إن النظام الاشتراكي سقط ما في داعي. لا كقيم داعي للبحث عن أسبابه. أوكي. طيب. لكن طيب. هذا لا يقود إلى إعدام أو قبر تجربة تاريخية بأسرها بخطة قلم. لا لا الحين. شوف لا 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 بقول لك ليش. ليش في اليونان ما راحوا يمين راحوا يسار وجاسب راس ليه؟ ومزين اليونان سواقع لحظة ليش اليوم شوفوا شو وضع اليونان. طيب دقيقة ما زفت. طيب إيه بس الناس أنا ما لي أنه يبيجي ناس عباقرة يحكمون حكم عجيب وغريب ما أدري لكن طيب. شوف الآن بالرغم من هذا النجاح اللي حققه ماكرون في الانتخابات واللي حققته لوبين على كل قباحته والآخر ميلانشون واحد يساري مثل سبراس يساري متطرف ما له أمل إنه يحكم في فاصل حصل 20% مثل فيون 20%. طيب في فاصل بس قبل الفاصل أبي أسألك كذا بشكل سريع للعالم العربي والإسلامي. نعم بالتأكيد وصول ماكرون هو الأفضل طبعا. وش كان ممكن يصير لو أنه وصلت ماكرون؟ كان ممكن يصير أنا بقول لك كان ممكن يصير زي مثلا أنه يجي فيون برامجه ما هو في كل الحالات ما راح يصير شيء بس انه برامج يمينيه يعني مثل على تاتشر وما تاتشر وريغان والى اخره وتشدد في مواضيع الهجره وما الهجره حقيقه اما في مساله العلاقات الاقتصاديه والعلاقات السياسيه لن يكون هناك اي تغيير. طيب خلي الشباب ياخذون فاصل ونرجع لملف ثاني. تفضلوا يا شباب. من جديد في المواجهة حمد البهلي ضيف حلقة هذا الأسبوع. الأسبوع المقبل المنطقة والعالم كله يتطلع لهذا الحدث الكبير، رئيس أمريكي جديد، أول زيارة خارجية للمملكة العربية السعودية. المملكة حرصت أنها تستثمر هذه القمة لتكون بدل أن تكون قمة سعودية أمريكية قمة عربية إسلامية أمريكية. وشلون تشوفها في زي هذا الظرف الآن؟ أشوف الزيارة يعني القمة إيه بالإضافة للزيارة طبعاً. شوف أي تجمع أي تكتل الآن أي تجمع يعني قمة أو مجتمع أو لقاءات ثنائية أو لقاءات الآن اليوم العلاقات يعني صار من الضروري البحث عن
تكتلات بأشكال مختلفة، لأنه كمان هذا انعكاس للشيء اللي قلناه قبل شوي، وهذا الاضطراب السياسي اللي حادث في العالم كله الآن. بما أنه الجانب بين قوسين الإيديولوجي للدول يعني تراجع كثيرا، وصارت المصالح هي الإيديولوجيا الجديدة، وأيضا بلدنا والدولة يعني الدولة السعودية بحكم واقعها الاقتصادي والديموغرافي وموقعها الجغرافي أيضا وأيضا موقعها في السياسة الدولية، لا شك أن لها دور فاعل في هذه في, في, في هذه التكتلات. وحكاية تعدد العلاقات مع أكثر من قطب هذا يعني شيء كويس، وبدأ منذ فترة حتى عندنا، ولا يزال يعني هو في العالم كله يبدو أن هذه السمة الآن، ولو أنها سمة غير موثوقة أيضا، لأنه كمان العالم اليوم من جهة ثانية حتى ولو قيل أنه الآن صارت هي المصالح الاقتصادية وإلى آخر وآخر، لأن السياسة والإيديولوجيا وأمور كثيرة ومصالح ضيقة أحيانا، والبحث عن مراكز نفوذ أيضا. العالم يعيش في حروب، وحنا والمنطقة اللي نعيش فيها بلداننا أيضا تعيش جزء منها يعيش في حروب. فهذا هذا القمة مع المحادثات اللي سيجريها رئيس ترامب مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي العهد والزعماء، لا أكيد يعني من المؤكد أنها ربما توفر يعني أمور إيجابية، ليس فقط في المسائل الاقتصادية وما خص الرؤية وما الرؤية، وإنما في المسائل السياسية في إدارة ملفات المنطقة. لكن أيضا أعود وأقول يعني حتى لابد لكل مشروع تكتلي، وتحديدا إذا صار كبير يعني أطرافه كثيرة، من الصعب أن تبني أيضا آمالا كبار أو تبني يعني مراهنات كبيرة. لكن مش مراهنات آنية بالتأكيد، مش آنية وليست بالتأكيد. أيضا ومن الصعب أن تكون رهانات استراتيجية أيضا، إنما هي إيجابية فيما يحدث الآن. لأن وش المطلوب الآن؟ المطلوب الآن الكل متفق عليه، دولا والدول هذه واحد، الإعلاء من شأن الدولة الوطنية، الإعلاء من قيم الاقتصاد الحر، محاربة الأيديولوجيات، مواجهة الإرهاب. الإعلاء من شأن الدولة الوطنية هذا فيه له يعني إيجابيات وسلبية، لم ينكر هذا الشيء أحد لا في الماضي ولا في الحاضر، إعلاء شأن الدولة الوطنية شوي، إلا أنه بعض التجربة القومية العربية هذا موضوع آخر. خلينا نقول طيب. ليش؟ لأن اللي خلاها ما يرتفع شأنها هي قروش ومصالح وقطارات وعلاقات دولية. شفت صارت العلاقات الانفتاح العولمة، يعني ما بإمكان أي بلد مهما كانت قوته أن يعيش منعزل عن الكون. من قال أن الإعلاء من الدولة الوطنية يعني الانعزال؟ كيف؟ من قال أن الإعلاء من الدولة الوطنية يعني الانعزال؟ هذا برنامج، لحظة هذا برنامج بالضبط، برنامج لوبين يقول هذا هو من خلاله. وإذا قلت أنه إعلاءها كل شيء فيها مبالغة، وكل شيء فيه مبالغة، وكل شيء فيه سوء فهم أحيانا. طيب. فربما يعني يحدث سوءات فهم أو سوء فهم في سبيل إعلاء شأن الدولة الوطنية بأشكال قد توصل إلى العنصرية أو الأمور كثيرة. طيب. أو للتعالي طيب. على الناس أو خلينا نقول إنها فرصة إيجابية أن تأخذ الدولة السعودية وبالتعاون مع الولايات المتحدة والقوى الدولية ربما تؤثر في مسارات قد تكون أو لا بد أن تكون لمصلحة المنطقة والبلد والعالم. أحسنت. وتستعيد أيضا صراحة يتم الخروج من الفراغات اللي خلفتها السياسة الأمريكية السابقة في المنطقة. خلني بروح لملف ثاني، يمكن هذا سبق وصار مثار نقاش بيني أنا وياك. وإيش اللي تبقى من التجربة القومية العربية اللي هي في نظر الكثيرين في أوجها تحولت إلى أيديولوجيا؟ أيوة، تبقى منها شيء جميل جدا، الذكريات والأطلال لا لا لا, لا, لا تبقى منها شيء كويس. وش؟ إن إحنا لا نزال عرب ونعتقد إنه ونعتد بأن إحنا عرب، وأنه في هناك بوتنشل كبير لهذه البلدان العربية
شيل منك حكاية القومية العربية والوحدة العربية، فكر بما يحدث في العالم، وفكر إذا كانت التكتلات في العالم هي إيجابية ولا سلبية، ولا كيف نشتغل على كيفه. إذا كانت التكتلات في العالم كله في الاتحاد الأوروبي أو في بين أمريكا اللاتينية أو في أي مكان ثاني إيجابية، فالبلدان العربية، ولا راح نقول القومية، البلدان العربية، الشعوب العربية، المنطقة العربية، الفضاء العربي، هو من أكثر الإمكانيات اللي يمكن أن توفر نهضة يعني فكرية وتنموية لهذا الفضاء. وليش أنا أقول هذا؟ إنه لأنه وصل عندك في نموذج، عندك عندي طبعا عندي الآن نموذج بلدان الخليج. بلدان الخليج هذا نموذج تكتل يقيم علاقات مع البلدان العربية. من قالك إنه عروبي؟ كيف؟ يعني منطلق ما قلت إنه عروبي، بس هو ما عرب كل اللي لهم فيه. الحين خليني من العرب كتوصيف. لا لا لا. خليني منه كمرجعية. أنا انتهيت لمعلوماتك، مو بنا. حكاية الأمة العربية والقومية العربية وإيديولوجيا التعالي كلها. هذه قضية. نحن بصدد إن نحن عرب وعندنا تاريخ فيها الجميل والمفيد والسيء. طيب طيب. مثلنا مثل شعوب العالم. وهذا التراث وهذه المرجعية وهذه المشاعر وهذا الجغرافيا وهذه الفلوس وهذه الشعوب اللي يجمعها وجدان بإمكانها بدون ما تتوحد ولا أنها تشتغل بشكل جيد. أنها تشتغل وتبني أفضل مما طيب. مما كان. طيب. على فكرة. لأن هذا الآن هذا الموضوع. ليش أنت تذكر الحديث السابق؟ هذا الموضوع كأنه عيب يعني الواحد أن ينتمي الإنسان للعرب. لا لا ما حد يقول العرب. بلا يقولون ليلة نهار ويخافوا يعني يشمع. لا 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 الموقف من التجربة السابقة. التجربة. التجربة العروبية والقومية هذه من واحدة من. شكرا جزيلا. شكرا. بقول لك الحين على التجربة. على التجربة القومية. أنت تعرف. تعرف وعي شو اسمه تجارب الشعوب الأخرى من الفيتنام أو من الصين إلى أمريكا إلى كل بلدان العالم لديها طريقة كلها يتفقون على تحديد موقف إيجابي من التراث يساهم في 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 نهضتهم. صح ولا لا؟ دخل التراث الموضوع يا أخي. بقول القومية العرب هذا طيب. الجانب الروحي طيب. سواء دين ولا قومية طيب. قضينا الآن قضينا من حكاية الفكر القومي الايديولوجي الى اخره الى اخره. طيب. انا اقول لك انه اليوم اللي بقى انه الشعوب تسويها تحتفظ حتى بشيء بكل من ساهم في نهضتها الفكريه او الاقتصاديه او السياسيه. اليوم يحط في تماثيل في اوروبا كلها لاناس كانوا في يوم من الايام غزاة ولا حتى دكتاتوريين إلى حد ما، مو بلا حد هتلر ولا آخر. نحن عندنا في البلدان العربية أو ما حدث إن نحن كان عندنا أخطاء، كان أخطاء جسيمة قامت الجانب السياسي في العروبة سواه، لكن كله مشطب عليه لنتعامل مع هذه التجربة القاسية ما فيها ولا شيء إيجابي. إحنا حفارين قبور لكل تجاربنا. إحنا حفارين قبور لكل تجاربنا. تجاربنا فيها السيء والكويس والجيد. بس لا تجي تقول والله فترة القائد هذا كله أمسحها وشيلها من التاريخ ولا الحين ولا فشلت فشلا ذريعا. إلا فشل. فشلت وش قدمها؟ وش قدموا العرب أزيم منها. فاشلين العرب إلى اليوم. لا لا مو فاشلين. لا لا بلا اللي أزم منها أنه هو يعني أقول لك أن هذا كويس. إحنا نقول إن إحنا الآن ما أحد يقول نصير عرب ونسوي دولة عربية وإلى نقول إنه ما حد أنكر أن يعلي الشعر. عمره ما مر في التاريخ أحد يقول أنا بهدم. ما يمكن. أنت تعطيني الآن الفرصة واللي أنا يمكن أقول لك والله يمكن تصير أحسن الشيء اللي ما بعد صار. نحن بصدد إقامة تجارب في تونس وفي المغرب وفي السعودية وفي مصر وفي كل مكان. كلها تجارب يعني كلها تجارب أيضا تتخلى. إذا تخلت عن لحظة إذا تخلت عن شعارات القومية العربية فهو من حقها وكويس لازم تتخلى عنها. هذا جزء من الاستفادة من هذه التجربة كويس أصلاً. ليش ما يتخلوا؟ طيب التجربة اللي بتخططها مثلا الحكومات العربية الآن القائمة طيب.
يعني أنا ما أحب أقارن يهزن ولا التجربة، لا لا كل الثنتين كل التجربتين خطأ. طيب إنما في البحث عن المصير، في البحث عن المآلات هذه ربما ينشأ أنظمة تتجاوز أخطاء القوميين العرب والحكومة العربية والزعامات اللي قادت فترة ما بعد الاستعمار. أنا بس عشان أقفل هذا الملف، أنا أتصور أنه هذا اللي صاير الآن باتجاه الدولة الوطنية والتعامل مع المعطى العربي أنه مكون محوري جدا في بناء هذه البلدان. ممتاز، بس أنا يعني اللي يشغلني أنا واللي أنا ماني فاهمه أنه من جاء في أي يوم وحط أو قلل أو بخس من قيمة الدولة الوطنية، من هو؟ الأيام القومية العربية، هذا غير صحيح. طيب. وفي في جانب منه وين عندما تطور إلى حكاية وحدة عربية وسوريا. طيب. وحروب. طيب. وبلاء. طيب. لكن ما بقى كثير وقت، يقود هذا الشيء إلى تبخيس قيمتنا كعرب. لا لا، مش تبخيص قيمتنا كعرب، لا يا أخي، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا، الإمارات شكرا العربية المتحدة، شكرا جزيلا، هي معطى ومكون صح، ولكنها مش محور ممكن أن تقوم عليه التشكيلات السياسية. لا 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 مزبوط، اتفق معك تمام. طيب خلني أروح لشيء خاص فيك أنت، موضوع تجربة الكتابة الآن. أنت كم صار لك سنة تكتب؟ أنا والله صار لي واجد يعني 30 أو 27 30 يمكن أو أكثر. وشلو يعني متى اللحظة اللي تشوف إنه يجب فيها، أو كم مرة غيرت أدواتك، خلنا نقول كم مرة غيرت من توجهك، كم مرة تساءلت عن الجدوى عن عدم الجدوى؟ كل يوم أنا أتساءل ولا يبين وباتل على الكتاب. طيب ومن يوم الله خلقني وأنا تساءل باتل على الجدوى. أي يعني لكن ما ألقى مخرج، ما ألقى مخرج. تعرف من زمان، من أيام كنا نملك أو نتصور أننا نملك العالم، الشباب العالم كله من أيام ثورة الطلاب في فرنسا وقبلها وقبلها، ثم بدأت الأمور يعني تتطلب أن يكون هناك تعامل مع القائم وتحديدا يعني تحديدا من قبل يمكن 10 أو 15 سنة من بدأ مشروع الإصلاح في المنطقة لا. إيه هنا قلت الهموم، هو الهموم قلت يعني قل خطر اللجوء الى ادوات يعني كتابيه، حتى انه ما في داعي حتى الاصلاح كان. انت حط هذه الورقه شوي، خليها بحس انها مشغلتك. انت من الجيل اللي سيطرت عليه النظريه اكثر من سيطره الواقع. الديمقراطيه، الديمقراطيه، طيب اصبر يا اسامه، الديمقراطيه في النيجر زي الديمقراطيه في المجر؟ لا لا، طيب الديمقراطيه في افريقيا في مجاهل، هذا صحيح؟ أنا وإلى الأبد يعني ستكون عندي اهتمام النظرية على النظرية الواقع، النظرية المرتبطة على أساس ما في نظرية مقطوعة عن الواقع، ما في، يشوهها الناس، يشوهونها. لا يشوهها الواقع، لا 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 يشوهها الواقع، يولد الحياة، تولد بفطرتها أشياء كويسة، يجون الناس يحوسونها يحوسونها بالسياسة، يحوسونها بالأسمدة، يحوسونها بالنهب، يحوسونها بسبعين إن شاء الله. فإذا ضرورة الفكر، ولا بقول الأديولوجيا، ليكون خلاق يساعد في توجه الدولة مهما كان نظامها، أنك أنت من خلال واقع هذا النظام، واقع هذه الدولة، واقع بلدك وإلى آخره، يمكن أن تساهم بقدر بهذا القدر أو ذاك، من خلال الكتابة أو من خلال القصيدة أو من خلال الأغنية أو من خلال الرقص أو من خلال أي شيء. ألم تثبت التحولات الأخيرة أن الاجتماعي هو أبرز داعم لعمليات التغيير والإصلاح للسياسي؟ الاجتماعي، الجانب الاجتماعي، الاجتماعي، الحراك الاجتماعي، التغير، تطور الوعي، ظهور أجيال جديدة، هو الداعم الأول. وانت تشوف على شرط ان لا يقود الى رؤيه كليه تعتقد ان هذا هو المخرج. لا لا، هذا شيء اسمه تمرحل. كويس التوصيف. طيب بس انا بقول لك يعني ما في شيء ما يقال الان، ترى الحمد لله عندنا احنا في الصحن المحليه الان صار فيه مجال الواحد يكتب شغلات. يعني تعرف في كثير يتحدثون عنه الجانب الحركي، الجانب الاقتصادي بس، ولا في داعي. ما في داعي الى الجانب، حتى الجانب الاجتماعي. ما في داعي
أنها بس صلح اقتصاد، ولا أنت في حاجة لا إلى مؤسسات ولا إلى المشاركة السياسية ولا أي شيء. إلى متى بتستمر تكتب؟ إلينا عجز. ليش؟ إلينا عجز. طيب الألبوم أو الفقرة الأخيرة في الحلقة، خلنا نستعرض بعض الصور ويتم بعض التعليق عليها. الصورة الأولى أني ما أشوفه. شوف النظارة، هذا الكاتب الصحفي عقل العقل. إيه ونعم صح، ولد أخوي. أي. إلى أي درجة عقل يثبت لك إنه الأجيال صاير فيها تغير على مستوى الأفكار، على مستوى الرؤية، على مستوى النظريات يعني؟ طبعًا هو مثله مثل آخرين، ويمكن هو عنده طبعًا. عنده قدرات أكثر للاستيعاب وأفق أكثر ربما نتيجة تجاربه ونتيجة قراءاته. هو لم يبتعد عن أنا أعتقد أننا وياه رايحين في نفس الطريق، بس كلا بأدواته. مشكلة. طيب إذا هذا جيل وهذا جيل، من اللي؟ لا بالعكس، أنا الآن هو اللي لحق فيك ولا أنت اللي أقلع؟ لا ما حد لحق ثاني. حد لحق الثاني. طيب. هو لقى دربه ولا لقى دربه. طيب. ولا نزال. طيب. نسير في طريق واحد باتجاه. طيب. يعني. طيب. خذ النظارة عشان الصورة الثانية. الصورة الثانية شباب. إيه الله يرحمه أبو قتيبة، هذا المفكر الكويتي العربي الخليجي. هذا على فكرة في علاقة خاصة معه. نعم. وجزء كبير منها يتعلق بالحديث اللي دار حول مسألة دور المثقف والسلطة وما السلطة وشلون وإلى آخر. أنت تعرف طبعًا. هو كيف كان يعني طبعًا. يفكر طبعًا. وكنا نختلف أنا وياه في, 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 في مرحلة تاريخية معينة. زي هذه التجارب، زي تجربة الدكتور أحمد الربيع، وأنت يعني رافقته واختلفت معه. طيب الآن بعد سنوات من رحيله، وين التأثير؟ هل يظل التأثير مستمر مثل هذه التجارب؟ نعم في تأثير. يمكن التأثير ما راح يعني احنا بلداننا ما فيها منصات ولا اشياء يمكن ان تذكر بما فعله هذا الانسان او ذاك، لكن هو لما اختط طريقته في الاصلاح تحديدا احمد الربعي كان يفكر بشكل راديكالي. مظبوط ولا لا؟ جاء فترة من الفترات واصبح يفكر بشكل ليبرالي يعني. وبعد هذا يمكن تقول يفكر بشكل تقدمي. نعم تقدمي. تقدمي هذا الإنسان تصلح ولا بعد؟ لا هذه من قاموس التجربة. إيه لا بس الآن الناس كلهم تجربة ماكرون كلهم تقدمين يقولون عليه. طيب. فهو انتقل هو بحكم معايشته للواقع وتجاربه أثناء الدكتوراه ومن الدكتوراه تراجع بشكل شجاع. وين كانت أبرز نقاط الخلاف مع الربيع؟ أبرز نقاط الخلاف لما كان إنه لا يتعامل إنه أنا وصلت إلى مرحلة الاقتناع بالعمل السلمي وفق الواقع وفق التعامل مع الأنظمة نظرية. مهما كان نظامها. هو كان في فترة من الفترات إنه يعني من الأساس، وأنا بعد كنت من الأساس كله. لا بس هو جاء الخلاف لما كان هو في على مسألة ظفار وما ظفار ودورة. طيب خلينا الصورة اللي بعدها ورونا يا شباب. انطوان بصبوص. انطوان بصبوص كعلاقة، كتجربة، كصوت ثقافي عربي في باريس. لا هو كمثقف وصحفي. نعم. هو علاقتي فيه واستفادتي منه ما لا علاقة لا بتقدم ولا ولا مثل ولا يعني نعم. علاقة تعلمت من أو يعني استفيد من الجانب المهني في طريقة مقاربة الأحداث. نعم. طيب أيضا عشان الوقت الصورة اللي بعدها شباب. هذا صديقنا الراحل أبو طلال عبد الله. الله يرحمه. أنا حزنت صراحة لرحيل عبد الله المفاجئ. الله هذه أقدار هذه. أقدار. والرجل معروف بذاته النبيلة. صحيح. معروف بعلاقاته يعني هو إنسان
لو تدور في السعودية أو في البلد البلدان كلها واحد زعلان من عبد الله أو عبد الله زعلان عليه ما لقيت. أنا يعني يتذكروا كثير من الذين عرفوا يذكرونه بكل ود، وأنا استغليت هذه الفرصة. الله يرحمه يعني الله يرحمه رحمة واسعة. نترحم عليه. الله يرحمه. طيب أنت أثرت وأنت باقي ما شفت الصورة الأخيرة. ورونا الصورة الأخيرة شباب. هذا مين؟ هذا خلودي. هذا خلودي. هذا خالد حفيدك. أي نعم. ليش هو أحب واحد من الأحفاد؟ أول شيء المعلومة صحيحة ولا لا؟ لا لا ما هي بصحيحة. كل واحد كل واحد له حب مختلف عن الآخر. الآخرون يحكمون إنه هذا لا هذا يحب أي. لا ولا إنما ما عندي يعني أنا حقيقة يعني ما أدري هو زين ولا شين إني أحب هذا أكثر من هذا ولا، بس إنه ما في يعني أنا فيما يخصني هم يقولون على لهم يبون. طيب أحبه مثل لهم. شكرا جزيلا لك. الصوت رائع. لا 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 جميل. شكرا جزيلا لك. خلص الوقت وحنا ما استوفينا بعض الملفات. أهلا وسهلا. ومعذرة إذا كان يعني صار يعني ما أدري يعني. لا لا ما صار إلا كل شيء جيد. يلا على حالك. شكرا جزيلا لك. لا شكرا مرة ثانية. ومقدر يعني شو اسمه تأثرك ربما بالصورة ما قبل الأخيرة وبالصورة الأخيرة أيضا. شكرا جزيلا لك. ساعدني في إعداد هذه الحلقة واحد صاحبي اسمه بشار بن حمد. شكرا جزيلا لك. أستاذ حمد البهلي كان ضيف حلقة هذا الأسبوع من المواجهة. هو اللي جايب لك جلال. هو طبعا هو غششني. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا. الخميس المقبل حلقة جديدة من المواجهة. مساء على خير.